وجه عبد الرحمن المحرمي نائب رئيس المجلس التنتقلي الجنوبي قائد العام لقوات العمالقة الجنوبية قادة العلمية يوم السبت بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية. وأثنى النائب المحرمي خلال اجتماع في قصر معشيق قبل عاصمة عدن بقيادة المحلات العسكرية بالولاية العمالقة على استفسار قادة وأفراد قوات العمالقة الجنوبية لمناقشة مشيرا إلى أنهم يسطرون أروع الملاحم البطولية في المبهد خلال شهر نهاية الحصاد لهذا اليوم 445 هجريا وإقرار خطة التأمين خلال أيام عيد الفطر، موجهة الوحدات الأمنية والعسكرية بالتنسيق والمشاركة في الخطة لإنجاحها. تمكنت شرطة دار سعد اليوم من إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل كانت قد حدثت في حي الممدارة بتاريخ 2 أبريل الماضي. وأشار مدير شرطة دار سعد العقيد مصلح الذرحاني إلى أن المتهم يبلغ من العمر 33 عاما، حيث أقدم على قتل المجني عليه بحي الممدارة أمام شركة الريادة للخرسانات خلف محطة بترول جريبة بلوك 9. قدمت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية حصوين بمحافظة المهرة عددا من المفارش لتجهيز أماكن ومصليات العيد بالمديرية برعاية الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس. نظمت إدارة الإعلام والثقافة بالهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة سقطرى مساء السبت أمسية رمضانية ثقافية وفكرية ومجتمعية، وتخللت الأمسية كلمة للدكتور أحمد تربهي تحدث فيها عن مهددات اللغة السقطرية وعدة فقرات منها الشعر ومسابقة فكرية تحاكي سقطرى الأرض والإنسان. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.